بيبدأ فيلمنا عام 1941 في إيطاليا بمجموعة من طيارين الجيش الأمريكي، وبيكونوا طيارين في الجو ومعهم طيارين من أصحاب البشرة السمراء، وخرجوا من مسار الطيران بتاعهم. فالطيارين الأمريكان اتضايقوا وتعصبوا إن أصحاب البشرة السمراء اتصرفوا من دماغهم، والطيارات الألمانية بتضرب عليهم بالمدافع والرشاشات، وبيدمروا طيارات كتير جدا من طيارات الجيش الأمريكي وبيوقعوا كل الطيارات الأمريكية. بعدها طيارات أصحاب البشرة السمراء التابعين للجيش الأمريكي بترجع علشان يطاردوا طيارات الجيش الألماني، وبيكون ده اسمه لايتنج، قائد الطيارين اللي معاه. واثناء ما هم طايرين في الجو بيشوفوا عربيه تبع الجيش الالماني، فالطيار جونيور بيضرب على العربيه قذايف وبيدمر العربيه دي، والطيارين اللي معاه بيفرحوا جدا ان جونيور قدر يدمر العربيه، وبيكملوا طيران في الجو. فالجونيور بيشوف قطر ماشي من بعيد فبيبلغهم بمكان القطر، لكن لايتنج والطيارين اللي معاه قالوا له ان ده قطر تبع مزارع الفلاحين. فجونيور شاكك ان هو قطر الماني، فقرب من القطر كده بالطياره وبيطلع قطر الماني فعلا، فبيضربوا عليه بالمدافع وبيحاولوا يوقعوه بالطياره. فلايتنج والطيارين اللي معاه بيحاولوا يبعدوا عن مدافع الالمان، وفضلوا يلفوا حوالين القطر، ولايتنج طار قدام القطر وفضل يضرب عليه بالطياره لحد لما دمره، وبكده نجحوا ان هم يدمروا القطر الالماني. بعدها بيفضلوا طايرين بالطيارات، ولايتنج بيشوف بنت اسمها صوفيا واقفه على سطح مبنى فبيعجب بيها جدا، وصوفيا بتكون فرحانه جدا ان هي شافت الطيار وفضلت تشاور له. بعدها بيرجعوا المعسكر بتاعهم، وبنعرف ان هم ليهم معسكر خاص بيهم بعيد عن اصحاب البشره البيضاء بسبب العنصريه الموجوده، وان صاحب الفكره دي واحد اسمه موسكيجي، وهم اصلا جندوهم في الجيش غصب عنهم، وان قيادات الجيش بيتعاملوا معاهم ان هم مش بيعرفوا يفكروا وما عندهمش عقل، علشان كده جمعوهم كلهم في معسكر لوحدهم بعيد عن اصحاب البشره البيضاء. بعدها لايتنج بيسلم الطياره بتاعته لواحد اسمه كوفي اللي بيصلح الطيارات، وبيلاقي طياره لايتنج مصابه وفيها اجزاء متدمره، فبيتعصب وبيزعق للايتنج علشان طيارته اتصابت. بعد كده بنروح لواحد اسمه ري، كان من ضمن فريق لايتنج، وبيكون قاعد قلقان بسبب ان لايتنج كل مره بيخاطر بحياته، وبيتكلم مع صديقه ان هو خايف على لايتنج لا يموت في مره وهو طاير بالطياره. بعدها الجنود كلها بتقعد مع بعض وبيقعدوا يضحكوا ويهزروا وبيكونوا مبسوطين، لكن واحد من الجنود بيسيب لهم جريده يقروها وبيخلي ايزي يقراها، وبيعرفوا ان هم في الجريده دول بيسخروا من اصحاب البشره السمراء وبيقولوا عنهم ان هم مش بيعرفوا يفكروا، وبيكون اللي كاتب المقاله دي موسكيجي اللي تسبب اصلا ان هم يتجندوا غصب عنهم في الجيش الامريكي. فالجنود كلهم بيتضايقوا من الكلام اللي مكتوب عليهم، لكن ستانس قائد الجنود بيهديهم وبيحفزهم ان هم يكونوا افضل طيارين، وقال لهم ان انتوا افضل من الطيارين اصحاب البشره البيضاء. بعد كده قيادات الجيش بيجتمعوا ببولهارد قائد معسكر طيارين اصحاب البشره السمراء، وبيحاول يمنع قاده الجيش من الهجوم على جنوده اصحاب البشره السمراء ويخليهم يتعاملوا معاهم بطريقه كويسه شويه، وقال لهم ان الطيارين اللي معاه دول افضل طيارين وحققوا انجازات كتير جدا ودمروا مواقع المانيه كتيره. بعد كده بنرجع لمعسكر اصحاب البشره السمراء وبنروح للايتنج وايزي، ولايتنج بيحكي لايزي عن البنت اللي شافها فوق سطح المبنى، وقال له انا هخرج من المعسكر وهروح اشوفها. فايزي حاول يمنعه وقال له ان هي هتتعامل معاك بعنصريه، لكن لايتنج رفض واصر ان هو يروح يشوفها. بعدها لايتنج بيخرج من المعسكر فعلا وبيروح لبيت صوفيا البنت اللي شافها فوق سطح المبنى، وصوفيا اول لما شافته فرحت جدا وبتكون حبته، وكمان خدته عرفته على عائلتها، ولايتنج بيكون فرحان جدا ان هي حبته. بعد كده بنرجع لمعسكر اصحاب البشره السمراء، والجنود بيكونوا قاعدين بيلعبوا مع بعض ومبسوطين، وبنروح لجونيور وبيكون معاه مسدس واقف بيلعب بيه، فايزي بيروح له وبيقعد يتكلم معاه شويه، وجونيور بيقول له ان هو كان طالب جامعي قبل ما يتجند في معسكر اصحاب البشره السمراء، وقال له انا كنت هكون مهندس لكنهم خدوني غصب عني في الجيش الامريكي. فايزي قال له انا والدي كان قاضي وكان نفسه ان انا اطلع محامي، لكن للاسف برضه اتجندت غصب عني. بعدها بنروح لبوليهارد وبيقابل واحد من قيادات الجيش الامريكي واسمه جاك، وبنعرف ان جاك ده متعاطف مع بوليهارد وجنوده واصحاب البشره السمراء، وبيطلب منه ان هو ينفذ المهمه اللي هيكلفه بيها علشان يقدر يثبت هو وجنوده ان هم اقوياء وبيقدروا يفكروا زيهم زي اي جندي امريكي. فبوليهارد قال له انت كده بتجازف بمكانتك في الجيش علشان تدينا حقنا وممكن يعزلوك في اي وقت. فبوليهارد حاول يمنع جاك ان هو يساعدهم، لكن جاك اصر على موقفه، فبوليهارد قرر ينفذ المهمه اللي جاك امره بيها، وبيرجع المعسكر وبيخلي ستانس قائد الجنود يجتمع بجنوده وبيعرفهم بالمهمه الجديده اللي هينفذوها، والجنود بتفرح جدا ان اصلا في مهمه هينفذوها. بعدها بيجهزوا طياراتهم وبيطيروا بيها وبيوصلوا للمكان اللي هينفذوا فيه المهمه، وبيبداوا يضربوا على الاسطول الالماني اللي في البحر وبيحاولوا يدمروا المراكب والسفن الالمانيه، لكن ايزي بيشوف على الرادار طيارات المانيه جايه ناحيتهم فبينبه الطيارين اللي معاه، والطيارات الالمانيه بتهجم عليهم وبتضرب عليهم قذايف، ووابني ولايتنج والطيارين اللي معاهم بيحاولوا يبعدوا عنهم وبيحاولوا يستدرجوا الطيارات الالمانيه ويفرقوها عن بعض، وفعلا بينجحوا ان هم هيسيبوا الطيارات الالمانيه وبيدمروا
طيارات كتير جدا وبيوقعوا على الارض، لكن بتيجي طياره المانيه بتضرب على طياره جونيور، فجونيور بيجري بعيد عن الطياره الالمانيه علشان طيارته ما تتصابش، وبيجي واحد من الطيارين اللي معاه بينقذه وبيضرب الطياره الالمانيه وبيدمرها. وبنروح للايتنج وبيحاول يصيب طياره قائد الطيارات الالماني، وابني نبه لايتنج وحذره علشان ما يتصابش، ولايتنج فضل يطارده، لكن بيلف من ورا لايتنج وبيضرب على طيارته، فايزي بيجري بسرعه بطيارته وبيساعد لايتنج وبيسيب طياره قائد الطيارات الالماني، فلايتنج بيشكر ايزي ان هو انقذ حياته. بعدها قائد الطيارات الالماني بينزل معسكره بالطياره بتاعته وبيكون متعصب جدا، وبيخلي الجنود تجهز علشان يصطادوا طيارات لايتنج، وبيضربوا عليهم بالمدافع والرشاشات وبيحاولوا يصطادوا الطيارات ويوقعوها، لكن لايتنج وايزي والطيارين اللي معاهم بيضربوا على المعسكر قذائف وبيدمروا اماكن كتير جدا في المعسكر، وبيقتلوا جنود كتير من معسكر الجيش الالماني، وبيدمروا الطيارات اللي على الارض علشان ما تطيرش وراهم وتطاردهم، وكمان بيضربوا الابراج اللي فيها جنود المراقبه، لكن واحد من الجنود الالمان بيضرب بمدفع على طياره جونيور وطيارته بتتصاب، لكنهم بينجحوا ان هم يدمروا المعسكر الالماني. وايزي ولايتنج بيبصوا لقائد الطيارات الالمانيه وهما ماشيين وبيسخروا منهم وبيستفزوه، وبكده يكونوا نجحوا في مهمتهم وبيرجعوا معسكرهم وبياخدوا جونيور للمستشفى بسرعه علشان يعالجوه من الاصابات اللي في جسمه. بعد كده قاده الجيش الامريكي بيجتمعوا ببوليهارد بعد ما جنوده نفذوا المهمه ونجحوا فيها، وجاك بيكون فرحان جدا ان بوليهارد وجنوده قدروا ينفذوا المهمه، لكن واحد من قاده الجيش بيكون متضايق ان بوليهارد نجح في مهمته وبيسخر منه هو وجنوده. بعدها بوليهارد بيروح يقابل واحد من قاده الجيش الامريكي اسمه لونتنز، وبيطلب من بوليهارد ينفذ مهمه جديده هو وجنوده، فبوليهارد قال له ان الطيارات اللي معاهم مش هيقدروا يستخدموها تاني لان معظمها اتدمر، وطلب منه يسلمهم طيارات جديده، فوافق ان هو يسلم لهم طيارات جديده. بعد كده بنرجع للايتنج وبيروح يقابل حبيبته صوفيا، بعدها بيروح هانا علشان يسهر فيها، لكن بيكون فيها ضباط من الجيش الامريكي وبيتعاملوا معاه بعنصريه وبيطردوه من الحانه، فلايتنج بيرجع المعسكر بتاعه وبيكون متعصب جدا، وايزي بيكون عارف اللي حصل وبيروح للايتنج يتكلم معاه، وقال له احنا اتفقنا قبل كده ان مفيش حد فينا يروح مكان فيه جنود وضباط بيض، فلايتنج اتعصب على ايزي وزعق له وقال له ان ده حقنا. بعد كده بوليهارد بيرجع معسكره وبيقابل ستانس وبيسلمه الطيارات الجديده علشان يدربوا الجنود عليها، والجنود بتكون فرحانه جدا. بعدها بوليهارد بيكون عارف ان لايتنج اتخانق في الحانه مع جنود بيض وبيحب بنت اسمها صوفيا، فبيزعق للايتنج وبيطلب منه ان هو يركز في المهمه الجديده اللي هينفذوها. بعد كده بوليهارد بيوري الجنود المهمه اللي هينفذوها وقال لهم ان المهمه دي خطيره ولازم ينجحوا في تنفيذها، وبيطلب منهم يركزوا في ضرباتهم على المدافع والطيارات الالمانيه علشان يعطلوا حركه الجيش الالماني، وقال لهم ان هم يحاولوا ما يقتلوش جنود المان، اهم حاجه يدمروا الطيارات والمدافع والاسلحه بتاعتهم. بعدها الطيارين بيجهزوا الطيارات بتاعتهم الجديده اللي هيطيروا بيها، وبيكونوا مبسوطين جدا ان هم هيستخدموا طيارات جديده. بعد كده بوليهارد بيديهم الاشاره علشان يتحركوا وينفذوا المهمه، وبيطيروا بالطيارات، وفي الوقت ده قائد الطيارين الالمان بيطير بالطياره بتاعته ومعاه الطيارين بتوعه، فلايتنج عاوز يضرب طياره الطيار الالماني، لكن ايزي رفض وفكروا بكلام بوليهارد لما طلب منهم ما يقتلوش جنود، بس الطيارات الالمانيه بتبدا وبتضرب عليهم، فبيقرروا ان هم يشتبكوا مع الطيارات الالمانيه وبيفضلوا يضربوا على بعض قذائف، ولايتنج بيكون بارع في قياده الطيارات، فبيطير بالطياره بكل سهوله وبيدمر في الطيارات الالمانيه، فايزي بيكون متضايق لان لايتنج بيتعامل مع الطياره على انها لعبه، وبيستمروا في الهجوم على الطيارات الالمانيه، فالطيار الالماني بيتعصب وبيجمع الطيارين اللي معاه، وبيحاولوا يوقعوا الطيارات الامريكيه، وبيفضلوا يضربوا على طيارة جونيور لحد لما بتتصاب، فايزي طلب منه يخرج من الطياره بسرعه، فجونيور بيخرج من الطياره وبينزل بالباراشوت بتاعه في الغابه، لكن بيقع في مكان فيه جنود المان، وبيمسكوا جونيور وبياخدوه اسير، وبنرجع للايتنج وايزي، ولسه طايرين في الجو، وايزي بيلاقي واحد من الطيارين اللي معاه اسمه ديكن مصاب، وطيارته اتصابت هي كمان، فبيحاول يطمن عليه، فايزي طلب منهم ان هم يتحركوا ناحيه المعسكر وهو هيشتت الطيارات الالمانيه، فلايتنج بياخد الطيارين وبيمشي، لكن بيقرر ان هو يسيبهم وبيمشي من طريق تاني، وقال لهم ان هو هيدور على طريق مختصر علشان الوقود قرب يخلص منه، وبنروح لايزي، وبيكون ماشي جنب طياره طيار ديكن المصاب، لكن الطيار ديكن ما بقاش عارف يقود الطياره واغمى عليه، فالطياره بدات تقع وهتتصدم بالارض، فايزي حاول يلحقه، وفضل يتكلم مع ديكن لحد لما فوقه، لكن الطيار ديكن بيكون مش قادر، والجروح اللي في جسمه مأثره عليه جدا، ففي الوقت ده لايتنج بيشوف سفينه فيها جنود المان، فبيتجه ناحيه السفينه دي، وبيضرب عليها قذائف، فالجنود اللي على السفينه حاولوا يوقعوه بطياره بتاعته، لكن لايتنج نجح ان هو يدمر السفينه الالمانيه ويفجرها، وبنرجع لايزي والطيار ديكن المصاب، وخلاص قربوا يوصلوا للقاعده بتاعتهم، وايزي طلب من الطيار ديكن ان هو ينط من الطياره وينزل بالباراشوت، لكن الطيار ديكن مش قادر يتحرك ومش عارف يخرج من الطياره، وبدا يحصل تسريب في الطياره، فايزي قرر يساعده وهو بيهبط بالطياره، وسند بطيارته طياره ديكن وهو بيهبط على الارض، لكن الطياره اتصدمت بالارض واتدمرت،
انهارت، فالجنود جريوا بسرعة علشان ينقذوا الطيار وحاولوا يطفوا النار اللي فيها، وخرجوا الطيار ديكن بسرعة قبل ما الطيارة تنفجر. ولايتنج بيوصل للقاعدة وبيلاقي طيارة ديكن انفجرت، فبيروح بسرعة لإيزي وبيسأله عن ديكن، فقال له ان الجنود انقذوا ديكن قبل ما الطيارة تنفجر. فلايتنج بيلوم إيزي علشان ما سمعش كلامه وقال له انت السبب في كل اللي حصل، وتعصبوا على بعض واتخانقوا مع بعض. بعدها لايتنج بيروح لديكن المستشفى علشان يطمن عليه. بعد كده ستانس بيروح لبوليهارد وقال له ان ديكن في حالة خطر وجسمه مصاب بحروق بنسبة 60%، فبوليهارد قرر يرجع ديكن لعيلته ويعفيه من الخدمة العسكرية. بعدها بنروح لمعسكر الجيش الألماني، والجنود اللي مسكوا جونيور بياخدوه للمعسكر، وقائد المعسكر بيقابل جونيور وبيسخر منه وبيهدده ان هم هيقتلوه، وبياخدوه للطيار الألماني علشان يحاولوا يعرفوا منه معلومات عن الطيارين اللي موجودين معاه في المعسكر، وبيطلب من جونيور ان هو ينضم لفريق الطيران بتاعه مقابل ان هو يسيبه عايش. وبنرجع لمعسكر اصحاب البشرة السمراء، وبيكونوا قاعدين يتفرجوا على الفيديو لما لايتنج دمر السفينة الألمانية، وبيكونوا فرحانين جدا. بعدها لايتنج بيروح لإيزي وبيعتذر له عن اللي حصل، فإيزي طلب منه ان هو يتعامل مع الطيران بجد وان هو مش طاير بطيارة لعبة في الجو، فلايتنج وافق مقابل ان هو يخلي إيزي يبطل شرب كحول وهو طاير. بعد كده لايتنج بيكون ماشي هو ومجموعة جنود في شوارع المدينة، فبيقابلهم ضباط من الجيش الأمريكي من أصحاب البشرة البيضاء، فلايتنج بيكون متعصب جدا علشان هيسخروا منهم، لكن حصل العكس، والضابط والجنود اللي في الشوارع المدينة كلها شجعوهم وحيوهم على شجاعتهم وخدوهم الحنة بتاعتهم وبدأوا يتعاملوا معاهم إن هم بشر زيهم. بعدها لايتنج بيروح يقابل حبيبته صوفيا وبيطلب منها إن هو يتجوزها، فبتطلب منها إن هو يديها فرصة تفكر. بعد كده بنروح لجونيور وبنلاقي مجموعة من جنود الأسرى اللي موجودين في المعسكر الألماني بيساعدوه إن هو يهرب، وبياخدوه معاهم في النفق اللي هيهربوا منه، وبيخرجوا جنب سور المعسكر وبيستخبوا ورا الشجر علشان الحارس ما يشوفهمش، لكن الحارس بيشوف واحد من الأسرى فبيشتت الحارس ده علشان بقية الأسرى يهربوا. بعد كده بنرجع للمعسكر، والجنود بيكونوا قاعدين يعزفوا على آلات الموسيقى ومبسوطين وبيغنوا، وفي الوقت ده لونتنز واحد من قادة الجيش بيجتمع ببوليهارد وجاك، وبيطلب من جاك إن هو يجهز مجموعة من الضباط والطيارين علشان ينفذوا المهمة الجديدة، ورفض إن بوليهارد وجنوده هم اللي ينفذوا المهمة، فبوليهارد حاول يقنعه، لكن لونتنز قال له إن دي أوامر جاك ليا من قادة الجيش ولازم تنفذها. بعد كده بنروح للايتنج وبيقابل حبيبته صوفيا، وبتطلب منه إن هو يفضل معاها في إيطاليا ووافقت إن هو يتجوزها، فلايتنج فرح جدا إن هي وافقت إن هم يتجوزوا. بعدها واحد من الأسرى اللي هربوا بيروح معسكر أصحاب البشرة السوداء وبيقابل إيزي، وقال له إن جونيور كان معاهم في السجن وبيديله سلسلة جونيور، وقال له إن هو حاول يهرب معاهم لكن فشل والجنود الألمان مسكوه، فإيزي بيزعل جدا وبيتضايق إن جونيور معرفش يهرب، وبيروح لبوليهارد وبيسلمه سلسلة جونيور وقال له إن جونيور معرفش يهرب، وبيطلب من بوليهارد إن هو يسيب المعسكر ويمشي، وبيكون متضايق جدا إن جونيور معرفش يهرب وديكن اتصاب وخرج من المعسكر. فبوليهارد حفزه وقال له انت مالكش ذنب في اللي حصل، واقنعه ان هو يكمل معهم في المعسكر. بعد كده بيوصل تعليمات جديده لمعسكر بوليهارد وبيطلبوا منهم ان هم يحموا الجنود اللي هتتحرك بالدبابات ناحيه مدينه برلين، فالجنود بيفرحوا جدا ان هم هيكون ليهم دور في دخول برلين، وبيعرفوهم بالخطه اللي هينفذوها، وبيخلوا ايزي هو قائد الطيارين والمسؤول عن المهمه. بعد كده ايزي ولايتنج والطيارين اللي معاهم بيطيروا بطياراتهم علشان ينفذوا المهمه بتاعتهم، لكن ايزي والطيارين اللي معاه قرروا يخالفوا التعليمات ويتجهوا ناحيه برلين علشان يضربوا المدينه بالطيارات. وبوليهارد بيعرف باللي هم عملوه بيكون متعصب جدا، بس بيفرح من قرارهم وبيقرر ان هو يدعمهم. وبنرجع لايزي والطيارين اللي معاه بيهجموا على الطيارات الالمانيه وبيضربوا عليها بالقذائف وبيحاولوا يوقعوا الطيارات الالمانيه، ولايتنج بيستخدم مهارته في الطيران وبيحاول يصطاد الطيارات الالمانيه، وبيقعدوا يوقعوا في الطيارات الالمانيه ويدمروا طيارات كتير قوي منهم، وبيضربوا الطياره الضخمه من طيارات الجيش الالماني وبيوقفوا محرك من محركاتها، لكن الطيار الالماني بيجي من ورا طياره ايزي وبيحاول يوقعه بالطياره وبيفضل يضرب على ايزي نار، فلايتنج حاول يحمي ايزي ويشتت الطياره الالمانيه، وفعلا بينجح ان هو يفجر الطياره الالمانيه لكنه بيتصاب برصاص في جسمه، فايزي بيشوف لايتنج مصاب فبيتضايق وبيتعصب وبيخاف لايتنج يموت، فلايتنج بيودع ايزي وبيبص لصوره حبيبته صوفيا وبيموت، وطيارته بتخبط ناحيه الارض، فايزي حاول ينده عليه مفكره لسه عايش وبيطلب منه يفتح المظله بتاعته، لكن لايتنج بيقع على الارض بالطياره وبتنفجر فيه، فايزي بيتعصب وبيعيط على موت صديقه لايتنج. بعد كده بيرجع معسكره وبيفضل يعيط على موت صديقه لايتنج. بعدها بيروح لصوفيا حبيبه لايتنج وبيعرفها بموته، فبتفضل تعيط على موت لايتنج. بعد كده بوليهارد بيجتمع بجنوده اللي في المعسكر وبيكون فخور بيهم جدا وبيشكرهم ان هم ساعدوه في اثبات حقوقهم في الجيش. بعدها بيظهر قدامهم جونيور وبنعرف ان هو قدر يهرب من المعسكر الالمان، وكل الجنود بيفرحوا جدا ان هو رجع، وايزي بيكون فرحان قوي ان هو لسه عايش. بعد كده الجيش الالماني بيعترف بمعسكر بوليهارد ان هو معسكر
تابع للجيش الألماني، وبدأوا يعاملوا جنود البشرة السمراء زيهم زي جنود البشرة البيضة، وبيخلص فيلمنا على كده.